نشكرك بكل أسمائك العظيمة ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترينا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. بعد هذا الدعاء الخالص ونحن موقنون بالإجابة، تعالوا معي ندخل إلى حرب القصيدة. وأي قصيدة؟ قصيدة تحكي دمعة اليتيم وبحة الشيخ القريب والبعيد، قصيدة تحمل تعاسة الأرامل وفرحة الشهيد، قصيدة الموت والولادة، قصيدة النصر المشع من قلب الهزيمة. فهذا الشهيد الأول قبل زوال سيسقط وجهه على الماء ودمه يصعد السماء ويرحل شهيدا. وانظر الشهيد التالي، إنه بعيد، انظره مليا كيف يرفض كلمة التوحيد بعزم وثبات، واثق الخطى يرقى الممات ويرحل شهيدا. ولا تنسى الشهيد الثالث، إنه الرديء الأول في الجنة ينادي أمه: أمه هات ربك لمقبله قبلة مودع، فعما قريب سأرحل شهيد. الرديء الخامس عشر: هات أمه الحبيبة، فأنا راحل عما قريب إلى جنة الحبيب ودرب الحبيب. الشهيد السابع بعد المئة هو أيضا رديء: أمه خذي ما تبقى من زعتر عشائر الأخير واسحقيه دواء فالأمر خطير، وارمي به في حقول جراح المعروفين، فصاروخ جار العزيز يقترب من قلبي المتيم بالشهادة، ولا ريح، لا ريح ترده عن قلبي، لا ريح، لا ريح يا أمه تحمل هذا الصاروخ إلى البعيد، لا ريح ترد هذا الصاروخ إلى سطر جار العزيز قلما يعلمه أناشيد السلام وأغاني الأطفال وحقوق الجار، لا ريح ترفع رايات الإنذار ولا ريح تطلق سافرات الإدبار. الشهيد التاسع والتسعون بعد المئة الخامسة، الشهيد التاسع والتسعون بعد المئة الخامسة: هنا عند مؤخرة البحر المحمل بالبارجات وحاملات الطائرات وأمام دبابات العدو العابرة لسنابيل حقولنا وتحت قصف الطائرات الممتد فوق أراضينا المقدسة وأمام صهيل قذائف ثاقبة أجسادنا والصواريخ المدمرة لمنازلنا